إبراهيم ربى الحمام غي، واللي يحب الحمام قلبه يكون غي. في علم في إيده بيشاور بيه وينادي بصوت الصفار، حافظ سكته، عارف بيته، وما بينه وبين صاحبه إشار. الغاوي يأكل ويشرب ويقضي اليوم وسط الزغاليل، وعشان كده بما تربي حمام بترق وقلبك له بيمين. إبراهيم الصباحي، إحنا في غاية إبراهيم الصباحي. أهلا بك يا فندم، نورتونا. جميل، الله أكبر الله أكبر، تجنن تجنن يا إبراهيم. جميلة بك يا فندم، ربنا يخليك، ربنا يخليك. وباينة من تحت ربنا يخليك، ده من ذوقك والله بجد. ربنا يبارك لك، ربنا يخليك. أنت غاوي الحمام بقالك قد إيه يا إبراهيم؟ بقالي من وأنا عمري بتاع 9 سنين. 9 سنين غاويه. أنت من الجمالية أصلا؟ أه من الجمالية. أه يعني أنت ساكن في البيت ده؟ ساكن في البيت ده. أه وازاي اقنعت اصحاب العماره ان انت تاخد السطح تحوله ل... ما هو بقى اصحاب العماره يعني ناس محترمه بيحبوك. اه ناس محترمه وناس كويسه، فلما جيت باخد منهم الشقه فاتفقت معايا اصحاب العماره، اسمه الراجل اسمه الحاج احمد الشافعي، راجل يعني راجل محترم قوي الحمد لله. فلما جيت باخد منه العماره بكتب معاه قلت له بستاذنك يا حاج انا هعمل كذا كذا، قال لي تحت امرك، انت يعني زي عيالي. هو رزق. اه فهو راجل محترم، في اصحابات عمار كتير بتعارض في الموضوع دوت. فلما جيت كلمت الحاج احمد الصراحه حاج الامر 1 2 3، قال لي عينيا، راح جه راح باع لي العماره، وكان باعت في العوده ما فيش حد في السطوح. جيت انا بكتب مع العقد، راح قال لي ايه السطوح من حقك انت، ماشي واعمل باب واعمل اللي انت عايزه وعيش حياتك. حلو، انت شاب محترم وشاب كويس. فانا انت بتشتغل ايه يا ابراهيم غير انا جواهرجي بجد؟ اه والله ببيع واشتري. جميل آه بقى يعني ببيع واشتري وبصنع وكده، والحمام ده حاجه جميله طبعا. الحمد لله الحمام ده يعتبر احلى حاجه انا حبيتها في حياتي. حياتك؟ اه طبعا، هي الحاجه الوحيده اللي انا بحط فيها وقتي. بتقعد تتفرج عليه؟ بقعد اتفرج عليه كده في ملك تاني خالص معاه. في حاجه، في مشكله، في معايا في اي حاجه مضايقاني بطلع هنا، ولا كاني في اي حاجه موجوده اصلا، ولا كاني حاجه حصلت، ولا في دماغي لو في او مسافر فين وفي دماغي لازم الحمام. يعني ممكن في وقت نروح نصيف نعمل فيه، ما الحمام هو عندي ابدا من اي شيء، بفضل مضيع وقتي كله على الحمام. الحمام حاجه جميله وتربيته تربيه حلوه، والميزه اللي فيه الحمام كمان ان هو يعني الواحد بيربيه، يعني هو اصلا مش بيضر حد، مش بيعمل ريحه وحشه في المكان. يعني هو نضيف لوحده، طائر بيزين في الدنيا، هو بيزين الجمال اصلا. يعني هو الحمام حمام يعني حمام السلام. هي الحمام حاجه. بنيت الغيه دي امتى؟ امتى يعني بنيتها دي؟ في سنه 2016 2017. اه قبلها كنت مربع على البلكونه عند والدتي. اما كنت اما بدأ لسه ما اتجوزتش. انت اتجوزت هنا دلوقتي؟ اتجوزت هنا وعشت هنا. اه ومراتك اكيد بتغير من الحمام طبعا ده جدا. دي في مشاكل جامده بينه وبين الحمام، بينه وبين الحمام، بينه وبين الحمام أكيد. ده يعني هو ضرتها زي ما بيقولوا. صحيح، هو مش سلام. لا لا مش سلام، بس انا يعني بصحى من النوم يعني قبل حاجه اعملها لازم اطلع هنا الاول، بيبقى عندي في مكان الفرخ فوق في زغلل صغيره، بطلع اكلهم سريلاك، بطلع مش عارف ايه، بطلع اللي عايز يتحضن اللي عايز ياكل. فموضوع كبير يعني. فما كنتش ممكن لو انا عندي شغل ومستعجل، لو انا عتبت اقول سلمه للسطوح مش هروح الشغل خلاص، ما بروحوش. مراتك تقول لك اللي عنده قرش محيره يجيب حمام وطياره. ايوه طبعا كل الناس طبعا. اه طبعا. انت بنيت الغيه ابراهيم مره واحده ولا على مراحل مثلا؟ لا بنيت لحد 13 متر وقفت. هي كام متر الغيه؟ هي دلوقتي 18 متر الغاية. فانت اخر 5 متر كانوا مرحله اخر 5 متر بقى المرحله اللي هي الاخيره ديت اللي هي من بعد السور اللي فوق اللي هو اخر دور ده. اه لما جينا بنينا الاسانسير وعملنا الشاشه بتاعه الاسانسير ديت، فطبعا الحمام بقى ما شاء الله كم كبير ما شاء الله. فلما بيجي ويلف من حوالين الغيه كده كان في حمام بيخبط فيها، فحبينا نوسع له مكانه. فرحنا موسعين له تبان الخمسه الاخيره ديت، وهي الخمسه دي اللي بيطيروا منها، اللي هي الحمام اللي هو بيطير منها فوق دي. اه انت الغيه بتبقى مقسمها اول دور بيحصل فيه ايه وتاني دور؟ اه كل حاجه ليها حاجه إيه؟ طبعا. اول دور بيحصل ايه؟ اول دور ده احنا عاملينه زي قاعده هنا في الشتاء، اصلا الجو ساقع والحمام اصلا بتطير غير في الشتاء، فبننزل فوق متلجين. فممكن يبقى في نطره وما نروحش القهوه ولا حاجه، فعندنا دومنه وطاوله وكل حاجه جوه هنا وشاشه. دي طاوله العشاق الحمام. اه جميل. ادي ضيافه، اول دور ضيافه. اول دور ضيافه. ثاني يوم عندنا سلاكه بتاعت حمام اللي هو بتاع اللي هو الحمام اللي بيطير، ممكن افرخ في حمام كده وحمام على قده كده والحاجه اطلعه يطير. تالت دور ده يعني هو بقى بتاع الاسره مثلا. الاسره اللي هم مثلا احنا طيرنا حمام، رحنا خدنا مثلا في منطقه بعيده عن منطقه ولا حاجه، فمسكنا حمام لحد فبيجي نمسكه، فبدل ما بنحطه في مكان حد يفتح له غلط يروح لصاحبه تاني يحاربنا بيه، لا بنخليه في المكان ده ما بيخرجش منه خالص. ايه ده ايه ده ايه ده ايه حرب العصابات دي؟ ما هو الحمام هو كده. هو ده عادي كده؟ اه عادي. اه
انت مسكت له واحد بس هترجعه له في الاخر. هرجعه له اكيد. رجعه بس بعد ما تحط عليه، بعد ما اعرفه ان انا بتقوي عليه فخلاص الموضوع كده، فلازم ابقى كده معاه. فده بنخليه في السجن هنا. واحنا بنطير في الاخر هتشرح لي ازاي طبعا شعري بيتشيل ازاي ويتمسك ازاي وكل ده. طب والدور اللي فوقيه بيحصل فيه؟ الدور اللي فوقيه ده بقى عندي هنا في السلاكه اللي بتاعت المفرخه دي. طبعا عندي حمام مقصوص بيحص يعني قص جوز بيحصه، باخد الحصى بتاعه واحضره تحت حمام تاني عشان هو ما بيعرفش ياكل عياله، عشان يبقى عندي حمام معظمه كله من غير بق اللي هو الصافي دوت. هو الصافي ده من غير بق؟ ملوش بق خالص. ما يعرفش ياكل عياله؟ ما يعرفش ياكل عياله. طب وفي الطبيعه بياكل عياله ازاي؟ احنا ساعه ما هو يبدا يبيض البيضه بناخد البيضه من تحت منه، يكون في قص تاني نوع تاني اللي هو الزاجل اللي هو العادي. ناخد بتاع دوت يكون التاني بايض معاه في نفس الوقت، اشيل ده واحط ده مرضعه يعني كانها مرضعه. بس يعني التاني لازم احط له الحصى البيض بتاع دوت من غير ما ايه، من غير ما يعرف يعني مثلا هو قام كل ولا حاجه، روح شال ده وحاطط دوت، بيبدا بقى هو يفكه ياكله. الاصناف دي ربنا عاملها كده ولا من كتر التفريخ بقى؟ لا 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 مش هو، هو ربنا خلقه كده يعني، لان الصافي ده اصلا خلقه ما ياكلش عياله. ما هو مش هيعرف ياكل عياله، احنا عشان يعني بيبقى عندنا شويه طمع زياده، فعايزين الزغلول زغلول او عايزينه يكبر بسرعه، فاهله عشان خاطر انا اخليه هو ياكل ابنه هيعدم من كتر الزق، لان الحمام سبحان الله ما بيعرفش بياكل، وبعد كده يرجع الاكل لابنه تاني. هياكل ابنه الاول؟ مش هيقدر. فالفرد مع بدل ما يعيش عندي خمسه هيعيش عندي سنه، وممكن بقى الجو ساعات بيقلب ساعه وبيقلب، فبيأثر الحمام. فالحمام ضعيف هتلاقي جسمه وجعه. فالكلسامات اللي في جسمه انا باخدها كده بديها لابنه. طب انا عايز الاصل. وبعدين الحمام الصافي ده اصلا ده يعني حمام متورث من ايام الملك فاروق، يعني ده حمام اصلا حمام ملاليك. احنا مش عايزين نقعد نتكلم بقى هنا، احنا لازم نشوف الكلام ده كله. عينيا طبعا. انت الاول هتاخدني في اول مرحله. تمام. اللي هي مرحله التفريخ. تمام تمام. بعدين نطلع نطير فوق. تمام. ونحارب. تمام نطلع نطير طبعا لازم. يلا.